هل تعتبر نفسك متشائم جدا ولا متفائل جدا من ناحية المستقبل؟ كون ان يعني احاول بقدر مستطاعي انه اخليه احسن غالبا. يعني صراحة الحمد لله دائما متفائل. أساس كل مكان الهدف أعلى إنه أنا أوصل لمرتبة أعلى. قد بتعطي حالك من 0 لـ 3؟ متفائلاً جداً بحد 3. منجاوب غالباً أحسن. مقارنة مع أقرانك، هل تنتمي إلى الفئة التي لديها أكثر حظ للنجاح ولا أقل حظ للنجاح؟ غالباً أحسن. أنا بحكي غالباً أحسن.